السؤال كان بإمكان الله أن يغفر لآدم ويسامحه على خطيئته وهو في غنى عن عملية الفداء؟ لا يا ابني مش معقول. سجد إيه؟ صفات الله متكاملة مع بعضها البعض. يعني الله غفور بصفة كويسة، والله أيضا عادل، فربنا ما يخليش غفرانه على حساب عدله. يعني لازم يكون غفور ويكون عادل في نفس الوقت. فخطية آدم كانت تستلزم الموت، وخصوصا انه انذر من قبلها يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. فلو ربنا سامحه بدون الفداء يبقى الله غير صادق وغير عادل. وهذا ما قاله القديس أثناسيوس الرسولي في كتابه تجسد الكلمة. وما نقدرش نخلي صفة من صفات ربنا تنقص بسبب صفة أخرى. فلعلك تسأل مثلا، هل رحمة الله أكبر من عدله؟ لا، رحمة الله رحمة كاملة جدا وغير محدودة، وعدل الله عدل كامل وغير محدود ولا يتعارضان. فالله عادل في رحمته ورحيم في عدله، عدله مملوء رحمة ورحمته مملوءة عدلا. فكان لابد علشان عدل الله يستوفى أن يموت آدم، ولكن تدخلت رحمة الله بحكاية الفداء أن يتم عمل الموت، بس قبل ما يموت آدم يموت المسيح بدلا منه.